بقدر ما الجزائر ولادة للكفاءات والإرادات، بقدر ما الواقع المسرحي يخفي ممهلات غير مشروعة في الطريق السريع للإبداع لمن يريد الظفر بنجمة له في سماء الفن الرابع. الوقت زمن التقشف، التوقيت 2016، المكان الفضاء الأزرق في أحسن الحالات. تقلصت ميزانية المهرجانات المسرحية وألغيت بعضها. ليست الثقافة بمنأى عن ما يجري في البلد، لكن الثقافة على ما يبدو هي رأس الحربة والإسماعيل الذي يضحى به، ولا أبا بكر لحروب الردة على الثقافة عموما في الجزائر. ورأينا أن نحافظ على المهرجانات ضد الجدوى، ذات الجدوى الثقافية، المهرجانات التي تكون لها جدوى ولها فائدة وتكون حققت المردود. يقول الناس في الشارع: المسرح، عن ماذا تتكلمون؟ ليس هنالك مسرح في الجزائر، المسرح أيام زمان، زمن بشطرزي وصراط و و لم يسمعوا بعض بليديا العريني أو نبيل عسلي. أين الشرخ يا ترى؟ بلا خلدون كنا عبوني بكري، ايه بكري وعم يهدو على دوق دوق، خلاص راح معمالي، ولكن مسرحية تاع زمان. قولي لي كنا بكري ساعات ندخلوا السينما كاين، والله نورية، والله فاتحة بغبغ، والله والله ياسمينة، والله عويوشات. ملي نوضوا هما يجروا غير على الخبز وعلى الحليب وعلى ما همش ناتين بهذا المسرح. المسرح بخير ما دام هناك مهتمين بالمسرح، ونتمنى ان شاء الله يعني المقيمين على المسرح انهم يزيدوا في المسرح، ليس في المسرح الاولي يبدا من المدرسه، حنا هذا ناقص شويه. أركان المسرح كثيرة، والمتتبع ولو قليلا لحركية المسرح يجد أن الاقتباسات هي سيدة الكتابات. هل جف حبر الكاتبين أم قصرت أعين المخرجين؟ المسرحي ومدير مسرح العلم الجهوي سفيان بن عطية له رأي في الموضوع. الجزائر يوجد الكثير من المبدعين، ولكن المبدع تجدينه يعرف يمثل، يعرف يدير إخراج، يعرف يكتب، ولكن ما يعرفش يسوق نفسه. يأتي الفنانين الكتاب والمخرجين والممثلين، احنا ما عندناش الحوار، لا نتحاور، احنا نهضروا في القهاوي، نحن نهضروا نتكلم على صفحات الفيسبوك. ما توجد هنالك أزمة في طريقة العمل، توجد هنالك أزمة في كيفية أن نستغل هذه الكفاءات. المدينة الفاضلة للمسرح، أفلاطون اليوناني سيزور الجزائر قريبا ليقدم نظرته في الحياة. المسرح في الجزائر في وضعية لا يحسد عليها، لأن مدينتنا الفاضلة تخلت عن صفتها. يقول حيدر بن حسين: المسرح هو كي تجاه مدينة مستقلة يفي فاس اون سيتي كي ديميسيونيل. درك المسرح ماذا به اذا كان يفترض فيه انه مليح، وهذا الشيء اللي نتمناه. المسرح عندنا حنايا سكي سيرتان سكي، نو زافون تياتر بلوريال، نو زافون تياتر ديفيرون، عندنا مسرح مختلف، عندنا مسرح متنوع، عندنا دي ريبرتوار اسي انتريسون، وعندنا بانيل دو كوميديان، يعني مجموعه تاع اون ريشيس في الممارسين في كامل الاختصاصات اللي كاين في المسرح. ولكن تبان لي اودلا تاع انه مليح ولا ماهوش مليح، خليني نستغل هالفرصه هذه، وعن طريقكم انتوما انا نسال الناس اللي الهياكل اللي في المدينه، نسأل المتعاملين الاقتصاديين هل يقدروا يكون المسرح معهم مليح بالمجين تاعهم، نسأل مثلا هياكل المدينة، نسأل المجتمع، نسأل السياسيين، نسأل الرياضيين، نسأل توت لا كومبوزونت نتاع لا سيتي الجزائريان. تأتي الجزائر حميد رماس المسرحي المثابر ويرقد على طاولة المرض مسرحيون آمنوا بالركح. جميل هذا الجمهور المتدفق، جميلة هذه المدرجات الممتلئة، ورائع جدا صولان وجولات الممثلين على الركح. لكن متى نقول أن للجزائر مسرحا مرجعية عند العرب والعجم؟ فعصر البحبوحة ولا، وما بقي عصره عصر الطاقات.